يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية التعامل مع أهل البدع وهل يهجرون كلهم؟ ما كيفية التعامل مع أهل البدع وهل يهجرون كلهم؟ البدع تختلف، إذا كانت البدع كفرية فإنهم يهجرون لكفرهم، أما إن كانت البدع دون الكفر هذا فسق، هذا يعتبر فسق، وفيه التفصيل في هجر الفاسق، إن كان هجره يردعه ويحمله على التوبة يهجر، أما إن كان يزيده شرا وبعدا فلا يهجر، لكن يناصح، لكن تستمر المناصحة معه. أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى حد الفسق وإنما هي معصية فهذه لا تصل إلى حد الفسق، تعتبر من المعاصي، فلا يهجر صاحبها لكن يناصح. فالبدع على ثلاثة أقسام، منها ما هو كفر، ومنها ما هو فسق، ومنها ما هو معصية ولا يصل إلى حد الفسق. نعم.